بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يصلي الإنسان في حالة السكر، نهى أن يقرب الجنب مكان الصلاة، نهى أن يقرب الجنب مكان الصلاة وهو المسجد. فالجنب لا يدخل، لا يجلس في المسجد، وإنما يعبره لحاجة ويخرج. ولهذا قال: ولا جنبا، والجنب هو الذي عليه الجنابة، إلا عابري سبيل، أي إلا مارا مع المسجد ومتجاوزا ولا يجلس فيه حتى تغتسل. فإذا اغتسل المسلم من الجنابة فإنه يجوز له أو يستحب له أن يلبث في المسجد، لأن المساجد بيوت الله ودور العبادة، ولا يليق بالجنب أن يجلس فيها. فالله حرم على الجنب أن يجلس في المسجد إلى أن يغتسل من الجنابة، احتراما لبيوت الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. لما قال حتى تغتسلوا، والاغتسال يكون بالماء، ذكر سبحانه وتعالى حالة العذر التي لا يستطيع المسلم أن يستعمل فيها الماء لرفع الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، وهي حالة عدم الماء أو العجز عن استعماله. ولهذا قال: وإن لعابري سبيلا حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، هذا العذر الأول، عدم وجود الماء لمن عليه حدث أصغر، وهو الذي جاءه الغائط أو لامس النساء بمعنى المس، أو لامستم النساء، ومن عليه حدث أكبر وهو الجنب، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فلا بد أن يبحث الإنسان عن الماء، لأنه لا يقال لا لم يجد الماء إلا من بحث عنه فلم يجده. فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي اقصدوا صعيدا طيبا وهو التراب الطهور، وهو التراب الطهور، هذا هو الصعيد الطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم بالتراب، وهو أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح ببطون أصابعه ووجهه كله، ويمسح كفتيه براحتيه بضربة واحدة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم الإنسان. ولما أجنب عمار بن ياسر رضي الله عنه في السفر وليس عنده ماء، تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، قياسا على الاغتسال. ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية التيمم، قد جعله الله بدلاً
عن طهارة الماء عند عدمه أو عند العجز عن استعماله لمرض أو لكون الماء قليلا لا يكفي لطهارته وحاجته، فإنه يقدم التيمم ويبقي الماء لحاجته، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله كان عفوا غفورا، هذا من عفوه سبحانه ورحمته بعباده ومغفرته لهم، حيث لم يكلفهم شططا، وإنما شرع لهم التيمم بالتراب إذا لم يجدوا الماء أو عجزوا عن استعماله. فهذا دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، وأنها لا حرج فيها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه آية عظيمة ونعمة كبيرة على العباد، أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم وخفف عنهم. وهذا دليل أيضا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فإذا لم يجد الماء الذي يتطهر به لها فإنه يتطهر بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم، التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا مما اختصت به هذه الأمة المحمدية من خصائص نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر لها في أمور عبادتها. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، للعلماء فيه قولان: أحدهما أن المراد به الجنابة، المراد به الجماع، الملامسة المراد بها الجماع. والقول الثاني أن المراد مجرد اللمس، مس المرأة بدون حائل، أن ذلك يوجب الوضوء، لأن مسها بشهوة أو حتى بدون شهوة عند بعض العلماء مذنة لأن يخرج منه شيء، أن يخرج منه شهوة، فلذلك أمر بالوضوء من هذا كما يتوضأ من الحدث. فالآية ذكرت الحدثين الأكبر في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وذكرت الحدث الأصغر وهو الغائط أو ملامسة النساء. وأما على القول بأن المراد بالملامسة الجماع فهذا يكفي عنه قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالراجح والله أعلم أن المراد بالملامسة هنا مجرد المس من غير حائل بشهوة، لأنه لو كان المراد به الجماع لتكرر هذا في الآية، لأن الله قال في الأول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالحاصل أن هذه الآية تشترط الطهارة للصلاة وتشترط الطهارة للبث في المسجد. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.